التدريب الثاني. قال الشاعر، خلي بالك مجاب عنه بس انا مش عايزك تعتمد على اجابات دليل التقويم شويه، لان هو بصراحه الاجابات يعني ايه مش وافيه ولا مقنعه، فانا هديك الاجابات اللي تبع كتاب المدرسه. يعني مش بقول ان انا اجاباتي احسن من اجابه دليل التقويم، لا، بقول اجابات كتاب المدرسه وطريقه كتاب المدرسه والالتزام بها احسن طبعا 100 مره من دليل التقويم. قال الشاعر: سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وأغصن تلك أم صبايا شربنا من خمرة الأصيل، وزورق بالحنين ثارة أم هذه فرح العذارة. الحقيقة الأبيات جميلة لأحمد شوقي، وهو يصف النيل الجميل والأشجار التي تميل بأغصانها في هذا النيل. مش عايزك تكون فاهم كل كلمة، انا عارف ان في بعض الكلمات هنا زي كلمة الخميل وقصده ايه بالعذارة وقصده ايه بالزورق. بص انا عايزك تاخد المعنى العام، ان الشعر هنا بيتكلم عن الطبيعة وعن النيل وعن الخضرة، فدي كلمات واضحة لأي حد بيفهم فهم بسيط، فلعاطفة الشعر أثر في التعبير والتصوير وضح ذلك الأثر. انتبهوا عشان هنا أنا عندي ثلاث حاجات هو طالبهم. السؤال مفتاح الإجابة، دايما أقول للطلاب بتوعي يا جماعة اقرأوا السؤال جيدا لأن هو ده بداية الإجابة، لو بدأت غلط مش هتوصل. طيب هنا عاطفة وتعبير وتصوير، هو عايز ثلاث حاجات. هنا طبعا عاطفة هنا إيه في الأبيات؟ حب الشعر للطبيعة والتفاؤل وإعجاب وانبهار بالمنظر الجميل، حب إعجاب انبهار دي العاطفة. طب التعبير يعني إيه؟ الألفاظ، جاءت الألفاظ مناسبة مثل شطك، مثل الجميل، مثل النخيل، مثل الطير، مثل الحب، مثل أغصن، مثل خمرة الأصيل، كل هذه كلمات رائعة تدل على مدى تأثر الشعر بالطبيعة. طب التصوير، تصوير يعني الخيال يا جماعة، أقول له جاء الخيال جميلا معبرا مثل الاستعارة المكنية الجميلة في البداية حين شبه الريح بإنسان يقول والنخيل بإنسان يسمع وشبه الطير بإنسان يسبح، كل هذه وأغصن تلك أم صبايا، تشبه الأغصن بالصبايا الجميلة التي تشرب من خمرة الأصيل أي من جمال الأصيل وهو الساعة التي بعد العصر. فكل هذه الكلمات وكل هذه الصور تعبر عن عاطفة قوية في الشعر. استخرج من الأبيات صورة ممتدة ووضحها. بص يا شباب، صورة ممتدة يعني كلمة أو جملة فيها صورتين. يعني بص هنا لما قال لي مثلا يسبح الطير أم يغني، هنا مد الطير صورتين، مرة يسبح الطير استعارة مكنية ومرة برضو الطير يغني استعارة مكنية، زي بالظبط لما كنا طلعناها اللي متابع معايا حل التدريبات وعلى قناة اليوتيوب في مراجعة نص المساء، كنا قلنا شاك إلى البحر فيجيبني، قلنا دي كان أول مرة أشرح لكم الصورة الممتدة يعني إيه، شاك إلى البحر استعارة مكنية شبه البحر بإنسان أشتكي له، فيجيبني استعارة مكنية شبه البحر كأنه إنسان يجيب. إذن لما تدي كلمة واحدة صورتين هي دي الصورة الممتدة، زي الجندي أسد نمر صقر، أنا كده شبهت الجندي مرة بالأسد ومرة بالنمر ومرة بالصقر. إذن دي صورة إيه يا شباب؟ صورة ممتدة أوضحها يعني أشرحها. سؤال جيم بيقول لي علل استخدام الشعر للأفعال المضارعة. طبعا زي ما أنت عارف التجدد والاستمرار، وياريت نربطها بالقطعة. صحيح ان كل الافعال المضارعة تفيد التجدد والاستمرار، ياريت بقى تقول لي تجدد واستمرار الجمال، وان الجمال الذي امامه جمال مستمر وعطاء دائم ومستمر. بقول لي إيثار الشعر الأسلوب الخبري، طبعا كلنا عارفين لتقرير والتوكيد والوصف، لأنه هنا يصف الطبيعة ويصف جمال الطبيعة، والشعراء عندما يصفون يلجؤون إلى الأسلوب الإيه يا شباب؟ الأسلوب الخبري، لأنه أنسب الأساليب لإيه؟ للوصف. كده التدريب الثاني تم بحمد الله، وأرجو أن احنا نكون استفدنا من كثير من الأمثلة اللي وردت فيه. وأؤكد تاني يا جماعة اقرأوا السؤال جيدا حتى تجيبوا إجابة صحيحة وكاملة بإذن الله رب العالمين.